فمات سيدهار شوكلا. حسب تقرير الشرطة، حوالي الساعة 3:30 صباحا من يوم الخميس 2 سبتمبر، شعر الممثل سيدهار شوكلا بضيق في صدره خلال نومه، ونادى على والدته اللي قدمت له كأس ماء، وبعد شربه رجع للنوم، لكنه مع الأسف في الصباح لم يستيقظ، وخلال نقله للمستشفى لفظ أنفاسه الأخيرة، ووصل المتوفي للمستشفى في الساعة 9:40. وبعد فحص الطبيب الشرعي جاء التقرير الأولي أن وفاة سيدهارت كانت بسبب أزمة قلبية حادة. ومع الأسف هذا الممثل اللي كان من المفروض يحتفل بعيد ميلاده 41 في شهر ديسمبر القادم، غادر الحياة في ظروف غامضة وترك وراءه تساؤلات كثيرة حول وفاته، اللي ذكرتنا بوفاة نجوم آخرين رحلوا هم كمان في ظروف غامضة، مثل سوشانت سينغ راجبوت اللي شكل خبر وفاته صدمة للناس في يونيو 2020، ولحد الآن ما تقبل الجمهور فكرة انتحاره اللي تم التشكيك فيها، خاصة أنه كان دائما يظهر بصورة النجم الشاب الطموح اللي حقق المستحيل في بوليوود. وبالمناسبة عندكم فرصة لمشاهدة آخر فيلم عرض لسوشانت واللي سيعرض لأول مرة في التلفزيون، فيلم ذي البشارة اللي سيعرض يوم الثلاثاء 21 سبتمبر على الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية.